السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في مناقشة كتاب جمال الدين الأفغاني، سيرة سياسية لحكيم الشرق للمؤلفة نيكي أركيني. برأيك يا أستاذ صالح، ما هي إيجابيات الكتاب؟ بالنسبة لكتاب نيكي كيدي جمال الدين الأفغاني سيرة سياسية، الكتاب ليس حديثا كما قد يظن يا أستاذ أحمد. نعم، يعني بعض الناس قد يظن لأنه صدر وترجم حديثا عن منتدى العلاقات العربية قد يظن أن الكتاب حديث، لا، الكتاب قديم جدا، وقبل، يعني يمكن أن نزعم أنه قبل عصر الإنترنت وقبل عصر الانفتاح المعرفي، هو في السبعينيات القرن الماضي ألف هذا الكتاب، لذلك لا يعتبر الكتاب حديثا. لكن فيه إيجابيات من ناحية كثرة المراجع وكثرة الرجوع إلى الوثائق والأرشيفات المتعددة الإنجليزية والفرنسية، هذه ميزة من ميزات هذا الكتاب. وطبعا لذلك فقد وصل الكتاب إلى بعض الأمور المهمة، يعني لا نزعم أن الكتاب، أن كل ما في الكتاب هو مذموم وهو سيء، لا، جاءت فيه أمور صحيحة ومقبولة علميا. يعني مثلا أثبت الكتاب أنه لا يوجد أي علاقة بين الأفغاني وبين المسؤولين الفرنسيين السياسيين، لم تثبت أي علاقة كما في صفحة 263، وهذا للأسف بعض الناس صار يدندن عليه من ناحية رد الأفغاني على رينان، رأى فيه أن الرد كان فيه نوع من المداهنة ومن اللين، فلذلك مخيلتهم شطحت بهم إلى الظن أنه الأفغاني كان يريد أن يسايس الفرنسيين وأن يتقرب إليهم. فهذا الكتاب يثبت أنه لم تكن هناك ولم يثبت علميا ووثائقيا أي علاقة بين الأفغاني والمسؤولين الفرنسيين. فهو لما كان في فرنسا يناوئ بريطانيا ويصدر مجلة العروة الوثقى، كان يستخدم موازين القوى ويستخدم المناوئة الفرنسية للبريطانيين ويستفيد من هذا التخالف والتعادي بين الدولتين العظميين، ولكنه لم يكن عميلا لدولة على أخرى، بل كان عميلا لأمته وكان همه الأمة الإسلامية. نعم، يعني أنه اتخذ فرنسا محطة للمعارضة لبريطانيا في ذلك التوقيت، لم يكن له علاقات بالفرنسيين، علاقات مشبوهة مثلا، ولكن هو اتخذ فرنسا لأن موقفها العدائي من بريطانيا في ذلك التوقيت هو الذي جعله يذهب إلى فرنسا ويحرر العروة الوثقى ويكتب ويناضل من هناك من فرنسا. طبعا أيضا أثبت الكتاب أن الأفغاني كان يؤلب الروس أيضا على الإنجليز، وهذا الهم كان نلاحظ أنه كان موجود عند الأفغاني في جميع مراحل حياته، مناوئات الإنجليز، لأنه كانوا هم القوة العظمى المسيطرة على غالب العالم الإسلامي. من النقاط المهمة أنه نقل عن كتاب خان مالك الفارسي الإيراني أنه شكك في تلمذة الأفغاني على مرتضى الأنصاري، كما تقول الرواية الإيرانية التي اعتبرها كاذبة وغير صحيحة، فشكك، فنقل تشكيك هذا الكاتب الفارسي الإيراني بهذه التلمذة، وقال لو كان هناك تلمذة من هذا النوع لوجدنا إجازة، لكان هناك إجازة علمية، كان هناك إثبات ملموس، لأن الشيخ مرتضى الأنصاري كان من كبار علماء النجف، فلو كان كما يزعم الإيرانيون أو بعض الإيرانيين الذين ادعوا أن الأفغاني هو أصلا إيراني ودرس في النجف، لو كان هذا صحيحا لوجدنا هذه الإجازة. من النقاط الإيجابية أن الكتاب رجع إلى وثائق قصر يلدز، طبعا قصر السلطان العثماني عبد الحميد، ونقل عنه رسالة فيها تظلم يتظلم فيها الأفغاني من الظلم الذي حاق به. طبعا لما كان في إسطنبول كان تضييق عليه، خصوصا بعد مقتل الشاه الإيراني ناصر الدين، وكانت هناك اتهامات إيرانية بأن الأفغاني هو وراء هذا الاغتيال، فتبعا لذلك طالبت إيران بتسليم الأفغاني إليها،
وبالتالي طبعا العثمانيون لم يسلموه لهم، ولكنهم ضيقوا على الأفغاني، فكتب الأفغاني رسالة تظلم يصف فيها أعداءه الجواسيس والذين كانوا يضيقون عليه بأنهم مثل قتلة الحسين. وهذا يفند الاستدلال بهذا بمثل هذه العبارات على أنه شيعي. يعني بعض الكتاب وجد هذه العبارات للأفغاني في إيران لما كان في إيران، فلما وجدنا مثل هذه العبارات في إسطنبول فندنا بذلك الظن. طبعا هو ظن، يعني من البين أنه ظن غير صحيح وأنه متكلف جدا، لكن مما يزيده وهاء أن الأفغاني يستخدم هذه التعبيرات وهو في إسطنبول، وهو يتقمص كما يقول طبعا على حسب الرواية الكاذبة، أن يتقمص الدور السني ويستخدم هذه التشبيهات بأنهم مثل أعداء، مثل قتلة الحسين وكذا. فهذا يؤيد أن هذا الاستدلال غير صحيح وغير ثابت.